دابا انا مشات لي بنتي ومشى لي ابني. العائلة نضمت لي في ثلاثة الليل. يا ربي انا وصلت محمد الخامس وقال لك العائلة يموت. نطلب من السلطات يدوا الحق لولاد الحماية واش طلعوا ماشي سهل. السلام عليكم، انا الام ذكرى ودود منصف الحمد لله يا ربي. العائل مشي يتاخر، جاب ديك الدم في يده ولا الجمره ولا شنو يقول لهم الحمد لله يا ربي. العائله مسكنه تلقاتون الباب، تلقاتون الباب كصحاب لا جاب لها شي حاجه الحلوى ولا شي حاجه، هو تلقاها بديك الدم. بداو جلسوا في الباب بقاو ياكلوا بجوج بيهم ما يعرفوش مساكن. والسبب ديالهم ديك المصيبه التشرن، علاش ما يزربوش؟ علاش ما يزربوش شي؟ ملي كانوا ماشي عملوا الشغل يزربوه باش العوان ما يهدك. العين مسكين شاف التشرن الهم مقلوب، شاف العوان اللي لقطوه حتى هو مشى لقط لا هو جاب تنخته مسكينه. جان الباب بداو قشروا ياكلوا مساكن، العوان ما يعرفوش قشروا ياكلوا. ايوا الحمد لله يا ربي، دابا صاحب الترزه وجدوا العوان ومشاو. ايوا انا العائله نضمت لي في ثلاثة الليل، انا ما عرفاش ناض في الاربعاء يا ربي، في الاربعاء الليل ملي شفت هاد متهيدك هزيت عيطنا محمد، عيطنا البولانسيانا، جات بولانسيانا دات العائله. يا ربي انا وصلت محمد الخامس وقال لك العائله يموت. عيطوا لي الجيران قال لك العائله يموت، عاود حنا نهز عاود بولانسيانا طلع عاود يجيبوا ديك العائله. هاو نفس المنظر، كمل العائلة شحال بقى طلب لها سعاد جات. عاد جات سعاد عطل عموره العائل مسكين عاود جبروه نفس المنظر اللي تجبد كما كانت العائلة اللي تجبد. ورزونا في ولادنا وشكون السبب؟ السبب التشرن هو السبب. الناس دراوش، الرجل الخدام طالب من عاشو والحمد لله يا ربي الحمد لله. عاونونا الناس عملوا الجنازة الناس الحمد لله كل شيء، العائلة ديالو والناس اللي اختار خيرهم هما اللي عملوا الجنازة وعملوا الجنايز مساكن وشراو اللي خصنا. ما عنده لا رخصة لا حتى حاجة، جا قلب جاب التراكس قلب المصيبة والعوال ما عارفين شي، والعوال مشاو جابوا داك الشيء وجابوا حتى العوال في الدار كلاوهم، جابوا حتى الضحايا آخرين كلاوهم. دابا أنا مشات لي بنتي ومشى لي ابني، جوج د العوال.